شهيد الفكر وشهيد الرسالة والفكر الإسلامي، علي شريعتي. هم يفهمون علي شريعتي يعني النبرة، يعني شيعي أكيد، شيعي، شريعتي من إيران، المفكر المؤرخ عالم الاجتماع الكبير الثائر الشهيد علي شريعتي، واضح من اسمه شريعتي أنه إيراني، إذن هو شيعي في أغلب الظن. عدنان إبراهيم يثني عليه، يثني عليه، أنا تعلمت منه الكثير، من أروع من تقرأ له على الإطلاق في حياتك. الشهيد الشاب توفي وهو لم يكمل تقريبا 45، علي شريعتي روح الله روحه، وأعلى الله درجاته في عليين. علي شريعتي، نعم، شيعي الأصل وشيعي المذهب، عاش ومات شيعيا، لكنه كان يبحث عن الحقيقة وكان منصفا، وكان همه لا السنة ولا الشيعة، همه الإسلام، يريد الإسلام أيها الإخوة. لذلك درس الشيعة بمنظار نقدي صارم، وفرق بين التشيع العلوي والتشيع الصفوي. تشيع الصفويين، تشيع باخر المجلسي صاحب بحار الأنوار، الكتاب الذي لم يخلو من بذاءات في طوله وعرضه، بذاءات من أقبح البذاءات أيها الإخوة، في حق الإنسانية وفي حق الحقائق، في حق عمر من أبذأ ما يمكن، لا يمكن يقطع لساني ولا يمكن أن أسوق بعض ما ساقه هذا الرجل في حق سيدنا عمر رضوان الله تعالى عليه، من البذاءات والسفالات والحقارات أيها الإخوة. هذا دين، هذه مرجعية، هذه إمامة في الدين. للأسف علي شريعتي كان مختلفا رحمة الله عليه. علي شريعتي كتب غير مرة، وهذا الذي جعله أو بعض ما جعله يبوء بلعنات الشيعة في إيران وغير إيران، وشخصية مسخوطة وملعونة وغير مرضية عنها. لماذا؟ لأنه كتب يحتفي ويحتفل بعمر بن الخطاب. الرجل صعق أمام هذا الأنموذج العالي الذي من النادر أن يتكرر من نماذج العدل والنزاهة والزهادة في الدنيا طبعاً، والعبقرية في الإدارة والسياسة، عبقرية تختلف تتفق رغماً عنك، وكان ذلك أدار دولة عظيمة. ماذا تدير أنت يا أخي؟ بالله يعني علينا بشيء من التواضع، بشيء من الواقعية، وانتبهوا. هل لدينا نظير لعلي شريعتي الآن؟ تعرفون ما معنى أن يقوم مفكر وابن عالم شيعي، أبوه رحمة الله عليه كان من علماء الشيعة المشهود لهم، ابن عالم شيعي في وسط وبيئة شيعية محض يثني على عمر بن الخطاب؟ ربما الذي لا يعنى بهذه المسائل لا يفهم ماذا أقول، يعني يقول لك يثني، لا يا رجل، الشيعة المتعصبون يسمون الإسلام السني كله الفرقة العمرية، يعني يبغضوننا نحن، هكذا من يبغضنا منهم، وأتحدث عن المتعصبين ليس عن عموم الشيعة، عن المتعصبين، وللأسف المتعصبين أصوات تعلو وتخبو كما في متعصبي السنة أصوات تعلو وتخبو. نحن ضد التعصب، ضد المؤامرات على الأمة، انتبهوا، ضد المعارك الجانبية الكاذبة وترك المعارك والتناقضات الأساسية الحقيقية، هذا منهجنا وهذه طريقتنا أيها الإخوة. وهذه الخطبة تقع في هذا الاتجاه أيها الإخوة، هذه الخطبة لمن صدق النية، ومن على الأقل لمن صدق النية في البحث عن الحقيقة، لا من صدق الافتراءات لأنها فقط في خصمه، فقط لأنها في خصمه، لمن تجرد من كل مزايا وشرائط البحث العلمي فقط لأن الموضوع خصمه. إذن لا علمية ولا نقدية، نقبل أي شيء، نأتفك أي شيء، نخترق أي شيء. وهذا عمر يخرج لك، ينتج لك عمر أيها الإخوة جديدا لم يعرفه التاريخ، لم تعرفه الأمة، لم يعرفه أعداؤه حتى، ولو عرفه أعداؤه هكذا لما كانوا إلى اليوم موجودين، لاستأصل شأفتهم كما فعل من قبل الإسكندر ومن بعده جنكيز خان. لكن عمر لا يفعل هذا، وهذا جزاء عمر، هذا جزاء عمر العادل رضوان الله على عمر وعلى كل العادلين، وعلى كل العادلين أيها الإخوة. أقول لكم معنى أن يقوم شيعي في وسط شيعي ويثني على عمر تماماً، كأن يقوم سني في وسط سني ويثني على أبي لؤلؤ المجوسي. هل تتصورون هذا؟ أنا أقول لكم تقريبا سيقتل في وسط سني، سيقتلونه، سيرجمونه بالحجارة. تثني على قاتل عمر، على فيروز أبي لؤلؤ، يجنجنون الناس. لكن شريعتي فعلها وأثنى على عمر بين الشيعة وفي بلاد الشيعة، وطبع كلامه في مطابع الشيعة، فطبعاً ألقي عليه الحرمان كالحرمان المسيحي، أنت لست شيعياً بل لست مسلماً من أصله،
بعضهم أخرجه من التشيع وبعضهم نسبه إلى الماركسية والإلحاد وكفروه. هذا علي شريعتي رحمة الله عليه، وكثر الله في الأمة من أمثاله، وهو شهيد النظام الشاهن شاهي اللعين الغابر، قتلوه اغتيالا في لندن رحمة الله تعالى عليه، لم يطيقوا احتمال صوته. هذا المفكر الكبير، هذا العبقري الذي لا نكاد نجد له نظيرا اليوم.